كمان في المؤتمر الصحفي ده كان في وزير الدولة لشؤون الإعلام الأستاذ أسامة هيكل، واتكلم إن لازم المواطنين يلتزموا بالمنازل قدر الإمكان قدر الإمكان في غير ساعات الحظر. كمان الوزير قال أتمنى ما أشوفش حد بعد الساعة 7، ودي صحة الجميع مش المواطن اللي ماشي في الشارع بس، وفي إجراءات صارمة لكل اللي هيخالف، والموضوع ما فيهوش هزار. في دول استهترت في بداية الأزمة وفقدت السيطرة على الموضوع زي إيطاليا وزي أسبانيا. واضح إن الموضوع بيشد حيله في الولايات المتحدة الأمريكية، لما تتعلن نيويورك منطقة كوارث يبقى فيه مشكلة. وزير الدولة قال إن الحكومة اتخذت الإجراءات بشكل تصاعدي، المهم دلوقتي دور المواطن اللي يستحمل ويقعد في البيت لمدة 15 يوم، واللي بيتم إعلانه من خلال وزارة الصحة ومجلس الوزراء المصري أرقام بتتفق تماما مع أرقام منظمة الصحة العالمية، وفي لجان تفتيش، وزي ما قال الوزير إحنا على رأسنا مفيش ريشة علشان منظمة الصحة العالمية تجاملنا. تقدروا تفتحوا أي ويب سايت في أي مكان في العالم هتلاقوا الأرقام اللي بتعلنها مصر هي الأرقام اللي موجودة في الويب سايت ده. نشوف تصريحات وزير الدولة للإعلام ونرجع تاني. المجتمع الدولي كله عنده إصابات ومحدش بيبص لحد، يعني احنا كل واحد كل دولة بتحل أزمتها بطريقتها، محدش هيقدر يطلب معونات من حد تاني في الوقت اللي احنا فيه، وبالتالي ليس من مصلحتنا على الإطلاق أن الأمر تزيد خطورته أكتر من كده. فاللي احنا بنعمله في الحكومة من إجراءات اللي كان آخرها حظر حركة المواطنين في ساعات معينة خلال اليومين الماضيين، أرجوكم نلتزم بهذه الإجراءات التزام تام. أنا من خلالكم بوجه الرسالة دي للشعب المصري كله أنه الأمر فعلاً خطير ومحتاج أن احنا نتعامل معاه بنوع من الاهتمام أكتر من أي حاجة. مفيش حد فينا بيهتم بحاجة أكتر من صحته وصحته السنه. اللي بيتعمل ده من الحكومة، الحكومة أدت ما عليها وتؤدي ما عليها أيضاً، وجاهزين لكل السيناريوهات إن شاء الله، بس نتمنى لا قدر الله أنه احنا ما نخشش في السيناريو أو المرحلة الثالثة من الإصابات اللي هي بتتجاوز ألف حالة. اللي احنا بنعمله دلوقتي باختصار ببساطة شديدة واللي شرحته سيادة الوزيرة، الحكومة كلها بتعمل على أنه نطول أمد البقاء في المرحلة الثانية اللي احنا فيها عشان ما نخشش في سيناريوهات أكثر خطورة من اللي احنا فيه. فمعلش هنتحمل مع بعض شوية كحكومة وكمواطنين، لأن احنا كمان كحكومة عندنا أزمة كبيرة جدا نتيجة هذا الوضع، أنه ترتب عليه يعني تضاءل حجم الاقتصاد، في مشكلة كبيرة جدا بتحصل، احنا مش عارفين نبني الموازنة الجديدة اللي كان المفروض نعيشها الأسبوع اللي فات، حط لها عدة سيناريوهات، احنا مش عارفين الأزمة دي هتنتهي امتى في العالم وفي مصر، وبالتالي ليس من مصلحتنا أن يكون في خسائر كبيرة لا في الأرواح ولا في الاقتصاد إن شاء الله.